قبل ما نبدأ في المقطع يا لهبيين، حبيت أقول لكم إنه خويي كولم سنيكرز شخص مجتهد وينزل مقاطع لألعاب مختلفة بشكل جميل وعفوي، وآخر مقطع نزل فيلم قصير زي اللهب. أبغاكم تداهمون هذا المقطع ونوصله لمشاهدات عالية واشتراكات أعلى. أتمنى إنه يوصل لألف مشترك يا لهبيين، أبدا ما هي صعبة عليكم. رابط قناته راح تكون في خانة الوصف وفي أول تعليق مثبت. All I got is so bad, but my broken will and I can't go. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نستكمل سلسلة داخل المخيم، وفي هذه السلسلة بكل بساطة للي ما يعرفها راح نجيب اللقطات السرية اللي تحدث بداخل المخيم. ولقطاتنا لليوم لقطات جدا جدا أسطورية ورهيبة، ومتأكد بنسبة 99% انه نسبة كبيرة جدا منكم ما شاف هذه اللقطات، فتعالوا سويا نخش في المقطع. أولا، زي ما تعرفون آرثر مورغان شخص تغير بشكل كبير جدا. بداية كان يسرق ويقتل ولا يبالي إطلاقا، لكن مع تقدم الزمن آرثر تغير وأصبح شخص مختلف تماما، لا يقدم على أي خطوة إلا بعد ما يفكر فيها ألف مرة. في أحد الأيام آرثر مورغان راح يرجع للمخيم، وراح يدور حوار بينه وبين ماري بيث، وآرثر مورغان راح يفضفض كل اللي في قلبه، وراح يطلع كل اللي في قلبه، وراح يقول التالي. You okay, Arthur? Sure. You don't look okay. I'm fine. What you been doing? Acting like a fool. How so? Killing and robbing folks I didn't need to. My, you have been busy. Well, that's one way of looking at it. You're a good man, Arthur. Underneath, I mean. I've lost my mind, Mary Beth. It's finally happened. I don't feel in control. Just stay calm and do what you do best. It seems I'm best at mayhem. Sure, I'm no better than Micah. Yes, you are. Just do what you gotta do and stop getting into trouble. Are you well? We'll see. صراحة حوار جدا جدا حزين، وأنا أول مرة أشوف آرثر مورغان يعترف بهذا الشكل لأي شخص من الأشخاص. يعني طوال مسيرة آرثر مورغان عرفنا أنه جلف، وأبدا أبدا ما يعبر بمشاعر الخاصة لأي شخص. وأيضا آرثر مورغان من الحوار عرفنا أنه وصل لدرجة أنه صار كاره نفسه وكاره حياته كاملة، بل أنه وصل لمرحلة صار يشوف مايكا بيل الحنش أحسن منه. شوفوا كيف جلد الذات وصل لأي مرحلة. صراحة لقطات جدا جدا حزينة. طيب خلونا ننتقل للقطة اللي بعدها. زي ما تعرفون في بداية اللعبة جون كان أبدا أبدا غير مهتم بابنه جاك مورستن، وجاك وصل لمرحلة سيئة لدرجة إنه صار يبكي ويبكي ويبكي. Jack Marston, look at me. Look at me. In the eye. You been crying? Why? Why? Don't know. Well, listen to me. Don't waste your life worrying about people who don't care about you. You got me. You got the whole camp. So stop them tears. You hear? Mr. Morgan. Mr. Morgan, you saved my life. I don't mean to cut you off, but can we chat later? Okay, then. Not to worry. Kid's having a hard time. Do you blame him? He'll be all right in a day or two. Well, try to stay strong. All right then, Arthur.
How are you, Sadie? Hi, Jack. Hello. You're a good kid. Thanks. طيب زي ما شفتوا فعلا جاك مورستون الأسطورة كان يبكي وكان في حالة سيئة جدا. طبعا هنا عندنا عدة احتمالات. أولا ممكن جاك مورستون يبكي بسبب تجاهل أبوه له. ثانيا ممكن يبكي بسبب قسوة معظم أفراد العصابة عليه. ثالثا ممكن يبكي بسبب المعيشة السيئة وغيرها. لكن صراحة أنا أشوف الاحتمال الأول هو الأقوى، خصوصا أنه أبيجيل قالت لا تهتم بالأشخاص اللي ما يهتموا بيك، وزي ما تعرفون جون أبدا ما كان يهتم بابنه جاك، لذلك أنا أروح مع الاحتمال الأول. ولا أنتوا شو رايكم يا لهبيين؟ طيب خلونا ننتقل للقطة اللي بعدها. طبعا اللقطة الثالثة أيضا لها علاقة بجاك مورستون، وفيها جاك مورستون رح يسوي شيء جدا جدا رهيب ومضحك لعضو العصابة الأوردروسكولي كيرين دوفي. تعالوا نشوف سويا. Leave me alone. What are you doing, Jack? Throwing rocks at the old Driscoll. Why? Because he's an old Driscoll. He always said that was bad. Leave him alone. Go on, away with you. But you said... Get away with you. Leave the rock throwing to the grown-ups. Hey, nice throw, Jack. Thanks. Kieran. Huh? What, Arthur? At least the horses like you. I know. زي ما شفتوا جاك مورستون كان يرمي حجر على كيرين بحجة انه أوردريسكول. طبعا جاك شغال يرمي حجار، ولكن بعد ذلك أبيجيل جات ومنعته من هذا الشيء وقالت له انه مالك صلاح في هذه الاشياء. صراحة انا أشفق مع كيرين دوفي وأشفق على كيرين دوفي صراحة يعني. طيب بالنسبة للقطة اللي بعدها راح تكون لأبيجيل روبرتس بعد ما جاك مورستون ينخطف. تعالوا نشوف سويا. He's gonna be okay. Nobody would harm a child. It'll be okay, I promise. It'll be okay. What game are you playing? It's going to be okay. Why are you poking around here? Well, see you then. Ha. What do you want? We're gonna get him back. Stop saying that, all of you. I promise. Okay, well, let's talk more later. زي ما شفتوا حنان الأم لابنها طلع في هذه اللقطة وكان واضح جدا. طبعا أبيجيل كانت تبكي بحرقة على ابنها بينما كيرين كانت تواسيها وتقول لها انه جاك راح يرجع. بينما المعفن جون مورستون كان اكبر همومه انه ارثر مورغان يطلع من الغرفة، وفعلا جون مورستون طرد ارثر مورغان لاول مرة زي ما شفنا. طبعا ارثر مورغان من قوة اهتمامه بأبيجيل رجع لها مرة اخرى ووعدها انه جاك راح يرجع سالم غانم لها. يعني شوفوا كيف آرثر يحب أبيجيل ويهتم بيها مع أنه جون مورستون طرده من الغرفة، لكن رجع لها مرة أخرى. لقطة أسطورية جدا من آرثر مورغان. وهذا هو مقطعنا لليوم لسلسلة داخل المخيم. طيب يا لهبيين شاركوني آراءكم في خانة التعليقات، إيش أفضل لقطة من اللقطات عجبتكم؟ بالنسبة لي أنا صراحة لقطة جاك مورستون لما يرمي عضو العصابة الأوردروسكولي كيرين. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم جاك مورستون يرميكم بالحجار. ها يلا سلام عليكم.